طول الوقت بنسمع ان الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان ليه علاقة بارتداء حضرتك الحجاب، الكلام ده حقيقي؟ انا ما اعرفوش الشيخ الشعراوي، رحمه عمري الله ما شفته، عمري ما كان بيني وبينه لقاء، ومش من متتبعينه يعني مش من ال يعني ماليش علاقه بيه خالص، عشان يبقى هو سبب، وما كانش هو سبب ولا اي حد. المساله متكامله، لازم جمال وموهبه، ولازم جمال وقبول يعني. وفي فنانات ما هماش بيتمتعوا بجمال، ولكن عندهم موهبة مخلياهم أروع من أجمل جميلات مصر أو العالم عموما يعني. وحتى على مستوى العالم في الفن، مش شرط الجمال قد ما مهم الموهبة والكاريزما بتاعت الإنسان اللي جواه،